الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، والزواج عفة للرجل والمرأة، والجماع حصن لهما من الذنوب، لأن الجماع من منافعه غض البصر وكف النفس والقدرة على العفة عن الحرام الذي حرمه الله عز وجل. ولكن حتى يعف الرجل زوجته يجب عليهما اتباع آداب القرآن والسنة، فمحرم على الرجل مجامعة زوجتين في غرفة واحدة، لأن في ذلك مفاسد عديدة وانتهاك حرمات وكشف عورات، فلا يجوز للمرأة أن تكشف عورتها أمام امرأة أخرى. قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، وإن رضيت بأن يجامع واحدة بحيث تراه الأخرى لم يجز، لأن فيه دناءة وسخفا وسقوط مروءة، فلم يبح برضاهما. وحرم الله عز وجل جماع الزوجتين في وقت واحد، لأنه سيحدث غيرة بين الزوجتين، ولا يمكنه أن يقوم بالعدل بينهما في هذه الحالة. وإنه لمحرم لا يجوز بشكل قاطع أن يجامع الرجل زوجته علانية أمام أعين الناس، فجماع الزوجة الأصل فيه أنه مأذون فيه، وهذا أمر معروف، ولكن إذا كان يؤدي إلى محرم حرم كأن يكون بحضرة الناس. فالجماع في البرية مع التعري أو بدون التعري فهو تصرف منهي عنه وهو محرم، فليس من أخلاق أهل الإيمان وأهل الحياء لما فيه من مفاسد ولخلوه من أي مصلحة. فهذه التصرفات هي أمور اشتهر بها أهل الكفر المتجردون من خلق وفضيلة، وأخصها الحياء والغيرة والمروءة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يحدث الرجل الناس بما يفعل مع زوجته، كما نهى أن تحدث المرأة الناس بما يحدث بينها وبين زوجها، فكيف له أن يجامعها أمام الناس؟ كما حرم الله عز وجل ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم حرم للرجل جماع زوجته في المساجد، بيت الله تبارك وتعالى الذي يرفع فيه اسمه، فلا يجوز أبدا أن تحدث علاقة زوجية بينهما في المسجد، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والمساجد هي أماكن لعبادة الله تبارك وتعالى، ينبغي أن تنزه عن مثل هذه الأشياء. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واختم لنا بالتوحيد وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.